يبدو أن الحرب التجارية في طريقها إلى الحل. في الفترة الأخيرة كان عندنا تراجع كبير من الإدارة الأمريكية. أول حاجة كان عندنا التصريحات من الإدارة الأمريكية إن هيكون في صفقة مؤقتة مع الصين، بعد كده تحولت إن الصفقة هتكون دائمة مع الصين، فبالتالي واضح إن الحرب التجارية في طريقها إلى الحل. اللي حصل إن الفترة الأخيرة كمان الصين ابتدت تفرض الضرائب على البضائع الصينية اللي بيتم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الموضوع ده واضح إن تأثيره كان سلبي جدا على الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي ابتدت الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع، وابتدينا نشوف إن هيكون عندنا محادثات في الفترة القادمة والحديث عن صفقة دائمة بخصوص الحرب التجارية وحل المشاكل اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت دي. فبالتالي شفنا ضعف للدولار الامريكي خلال تداولات الاسبوع الماضي، رجع تاني لمس منطقه الطلب وبعد كده ابتدى يصعد. فرنسا في توقعات كتير جدا بتشير لعجز في الموازنه العامه خلال عام 2020. كمان بالنسبه للنفط في خلال عام 2020 متوقع ان يقل الطلب على النفط بمقدار 100,000 برميل يوميا. بريطانيا برضو المشاكل ابتدت تكون في طريقها الى الحل، او الوضع بقى افضل كتير من اللي كان بيحصل منذ بداية عام 2019. شفنا الجنيه الاسترليني في صعود بقوة جدا. كل ده هنناقشه النهاردة مع بعض في تحليل سوق العملات. معاكم أحمد أسامة من أكاديمية بي بلو تريدر. هذا البرنامج برعاية نور كابيتال. هنبدأ أول تحليلتنا مع مؤشر الدولار الأمريكي أو الدولار إندكس. الدولار إندكس بيتداول عند مستويات 97.86، بتتداول داخل قناة سعرية صاعدة. وصلنا للحد السفلي للقناة السعرية مع هبوط الدولار الأمريكي مع تداولات أو مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي. إحنا قدام دلوقتي طريقين. أول طريق إن يتم كسر القناة السعرية الصاعدة، ووقتها هيكون عندنا هبوط قوي جدا، أعتقد هيكون حتى مستويات 97.05، ثم مستويات الطلب الموجودة عند مستويات 95.86 حتى مستويات 96.22. ده السيناريو الأقرب بالنسبة لي، إن إحنا مع بداية الأسبوع الجديد يبتدي يتم كسر القناة السعرية الصاعدة ونوصل للمستويات دي. طيب السيناريو التاني، ان احنا نشوف برايس اكشن انعكاسي من الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة، وده هيكون طبعا مدعوم باخبار ايجابية على الدولار الامريكي، بس حاليا مفيش اي اخبار ايجابية متوقعة خلال الاسبوع القادم او مع بداية الاسبوع القادم، فالاقرب ان هيتم كسر القناة السعرية الصاعدة. لو ظهر لها برايس اكشن يبقى هيكون عندنا صعود حتى مناطق المقاومة الموجودة عند مستويات 99.33. إذن التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي بيشير إلى أن هيكون عندنا بعض الضعف نوعا ما على الدولار الأمريكي خلال الأسبوع، وده هيخلينا نبتدي نبيع الدولار مقابل سلة العملات خلال الأسبوع القادم. طيب معانا كمان الأسترالي دولار. الأسترالي دولار مفيش جديد بالنسبة له، إحنا حاليا بنتداول عند مستويات 68.79. كنا أشرنا إلى هيكون عندنا صعوب بعد كسر نموذج المستطيل اللي كان بيتداول فيه الزوج منذ فترة. صعدنا حاجة بسيطة جدا تقريبا 30 او 40 نقطة، عندنا هدف اول عند مستويات 69.16، ثم هدف اخير عند مستويات 70.41، واللي بتمثل بداية مناطق العرض الموجودة بين 70.41 حتى مستويات 70.82. اذا احنا منتظرين استكمال الصعود او عندنا صفقة شرائية من المستويات الحالية. هننزل على فريم الاربع ساعات عشان يكون ايقاف الخسارة بتاعنا واضح والامور تكون واضحة. على فريم الاربع ساعات هنقدر ان احنا نحط ايقاف الخساره بتاعنا عند مستويات 68.40 تقريبا، هي دي المستويات اللي نقدر نحدد عليها ايقاف الخساره بتاعتنا. احنا بنتداول دلوقتي عند مستويات 68.80، هدفنا 69.16 ثم مستويات 70.41. ده بالنسبه لزوج الاسترالي دولار. كمان معانا زوج الباوند ين. الباوند ين مع نهايه الاسبوع الماضي وفي فيديو تحليل او في فيديو متابعه تحليل الاسبوع الماضي نوهنا ان هيكون عندنا صعود مناطق العرض الموجوده بمستويات 135.59 حتى مستويات 136.14. مع نهايه تداولات الاسبوع الماضي ومع القوه الكبيره جدا اللي ظهرت للجنيه الاسترليني امام سله العملات بسبب هدوء الاوضاع نسبيا داخل في بريطانيا، فبالتالي شفنا صعود قوي جدا للجنيه الاسترليني امام سله العملات، وصلنا لمنطقه بيع قويه جدا بين مستويات 135.59 حتى مستويات 136.14. عندنا فرصه بيع لو وصلنا للمنطقه مره اخرى وظهر برايس اكشن انعكاسي داخل المنطقه، هيكون عندنا صفقه بيع بهدف عند مستويات 132.22 ثم مستويات 130.73. ده بالنسبه للباوند ين، بس منتظرين اغلاق شمعة اربع ساعات داخل المنطقة وزور برايس اكشن انعكاسي من المنطقة. كمان معانا زوج اليورو دولار اللي حاليا بيتداول عند مستويات 107
1.1074. احنا في الفترة الأخيرة كان عندنا مناطق ثابتة لشراء اليورو دولار بين مستويات 1.0837 حتى مستويات 1.0941. دي المناطق اللي نوهنا عليها، كان صعد الزوج منها تقريبا أكثر من 100 نقطة، رجعنا لها تاني بقوة جدا مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع الأخبار الإيجابية على الدولار الأمريكي، وبعد كده ابتدى يحصل صعود قوي جدا، وصلنا لمستويات 1.0749. هدفنا الأول عند مستوى 1.1115، كنا اقتربنا الهدف ده بشدة، والهدف الأخير عند مستويات 1.1390. فاحنا حاليا مستمرين في الصفقة بتاعتنا اللي خدناها من مناطق الطلب، لسه مكملين لأهدافنا. كنا نوهنا الأسبوع الماضي إن لو حد حابب يدخل على اليورو دولار هيكون بكسر أو باختراق مستويات المقاومة الموجودة عند مستويات 1.1086. احنا حاليا بنتداول عند مستوى 1.1074. لو رحنا على الاربع ساعات ولقينا ان الشمعة اغلقت اعلى 1.1086 زي ما بنقول، ساعتها ممكن يكون عندنا فرصة شرائية اخرى بنفس الاهداف الاخيرة، فبالتالي يكون عندنا فرصة شرائية تقريبا بستوب 30 او 40 نقطة وهدف 280 نقطة. ده بالنسبة لزوج اليورو دولار. زوج الدولار الكندي كنا متوقعين اعادة اختبار المنطقة الطلب الموجودة بمستويات 1.3104 حتى مستويات 1.3039. صعد الزوج مباشرة، هو مكمل حتى مستويات العرض الموجودة بين 33.86 حتى مستويات 34.29، ودي المناطق اللي هنفكر للبيع فيها، فبالتالي ما عندناش اي فرص شرائية دلوقتي على الدولار الكندي او على زوج الدولار الكندي. هننتظر استكمال الصعود حتى مناطق العرض، وبعد كده هيكون عندنا فرصه بيع كويسه جدا لكفر الخساره بتاعتنا، هيكون اعلى مستويات 1.3429. كمان معانا زوج الباوند دولار اللي كان معانا صفقه شرائيه ليه خلال فيديو متابعه تحليل الاسبوع الماضي. صعد الزوج من مستويات 1.23 حتى مستويات 1.2503. حاليا بنتداول داخل منطقه عرض بين مستويات 24.70 حتى مستويات 1.2516، متوقعين بعض التصحيح لازواج الجنيه الاسترليني عموما بعد الصعود القوي اللي حصل، فبالتالي عندنا فرصه بيعيه كويسه جدا من المستويات الحاليه بإيقاف خساره اعلى مستويات 1.2516، او تحديدا اغلاق شمعه 4 ساعات اعلى مستويات 25.16. هدفنا هيكون عند مستويات 23.76، يعني تقريبا هدف 140 نقطة من المستويات الحالية بإيقاف خسارة لا يتعدى ال 20 نقطة. دي الصفقة اللي معانا على زوج الباوند دولار. الدولار ين حاليا مفيش أي فرص متاحة عليه ولسه بعيد شوية عن المناطق. اليورو باوند مبروك لكل الناس اللي معانا في الصفقة، فاحنا حاليا محققين 450 نقطة من صفقة السوينج اللي دخلناها عند مستويات 93، حاليا بنتداول عند مستويات 88.55، يعني بالظبط محققين 450 نقطة بدون أي انعكاس. صفقة النيوزيلندي دولار، النيوزيلندي دولار كنا نوهنا في التحليل الأسبوعي إن إحنا عندنا نموذج قمتين وقاع وبنتداول داخل نموذج مستطيل في الفترة الأخيرة، فكنا راهنين تحركات الباوند النيوزيلندي دولار بكسر نموذج المستطيل ده سواء لأعلى أو لأسفل. اللي حصل إن تم الكسر مستويات 64.06 اللي هي الحد السفلي لنموذج المستطيل، هبط بعدها زوج النيوزيلندي دولار حتى الآن ما يقارب تقريبا 30 نقطة حتى الآن أو 25 نقطة. أعتقد إن إحنا على الفريم اليومي هنكمل هبوط حتى مناطق الدعم الموجودة عند مستوى 62.66، دي المناطق اللي نقدر نبتدي نشتري منها زوج النيوزيلندي دولار. كمان هيكون عندنا فرصة تانية لو تم إعادة اختبار مستويات 64.06، ممكن يكون عندنا فرصة للبيع بهدف عند الدعم القادم عند مستويات 62.66. يبقى النيوزيلندي دولار باختصار جدا لو تم إعادة التصحيح حتى مستويات المقاومة 64.06 يكون عندنا فرصة بيع، لو استكمل هبوطه مباشرة من المستويات الحالية حتى مستويات 62.68 ساعتها هنبتدي ننتظر برايس أكشن شرائي ونبتدي ندخل فرصة شراء من مستويات الدعم. كمان عندنا زوج الدولار الفرنك، حاليا ما فيش اي فرص، كنا كان للبيع المفروض بالقرب من مستويات 99.70 لكن نزل قبل ما يفعل لنا صفقة البيع بتاعتنا. معانا اليورو كندي اللي اتكلمنا ان احنا علينا او لينا معاه صفقة سونجية خلال الفترة القادمة، وصل بالفعل لمناطق الطلب اللي كنا محددينها من مستويات 44.38 حتى مستويات 44.75، صعد تقريبا من المناطق حتى الان 170 نقطة، لسه مكملين معاه حتى مستويات 49.96 ثم مستويات 52.71. الصفقة دي زي ما اتكلمنا هي صفقة سوينج، من المتوقع ان هي تاخد معانا وقت طويل جدا، فبالتالي لسه مكملين في الصفقة. حاليا اصبح الدخول صعب لان الدخول كان من مناطق الطلب اللي حددناها، اللي دخل معانا مبروك 170 نقطة لحد دلوقتي. حاليا مفيش اي دخول، الدخول ممكن يكون لو حصل اعادة تصحيح او اعادة اختبار مرة اخرى لمنطقة الطلب ساعتها ممكن يكون عندنا فرصة تانية للدخول، اما حاليا مفيش اي فرص للدخول المستويات الحالية، ما زلنا مكملين في صفقة الشراء بتاعتنا. يبقى احنا معانا صفقتين سوينج حتى الان بنتكلم فيهم
في الوقت الحالي صفقة اليورو باوند محققة 450 نقطة حتى الآن، صفقة اليورو كندي محققة 170 نقطة حتى الآن، وما زلنا مستمرين في الصفقتين بأهدافنا. اليورو باوند وصلت للهدف الأول، اليورو كندي لسه ما وصلتش للهدف الأول، اليورو باوند لسه مكملين الهدف الثاني فيها 1200 نقطة إن شاء الله. كمان معانا أزواج الباوند فرانك. الباوند فرانك عشان نحلله هنضطر ان احنا نبتدي نروح للفريم الاسبوعي. الباوند فرانك شهد صعود قوي جدا خلال الايام الماضيه. لو لاحظنا ان احنا عندنا دلوقتي بنعيد اختبار مستويات دعم قويه جدا اللي هي مستويات 1.66 36 تحولت الى مستويات مقاومه. انا زي ما قلت بتوقع عد التصحيح لمعظم ازواج الباوند خلال تداولات الاسبوع الحالي بعد الصعود القوي اللي حصل ده، فبالتالي متوقع عد التصحيح لزوج الباوند كندي. المستويات اللي متوقعين ان هو يصحح ليها، احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا عندنا مناطق مقاومه كويسه جدا عند مستويات 1.65 او 1.66 تقريبا، بنتداول حاليا عندها. اعتقد ان احنا هنصحح جزء كبير من الصعود اللي تم على الاقل حتى مستويات الدعم المقاومه اللي تحولت الى دعم عند مستويات 64 31. فبالنسبه لزوج الباوند كندي انا بعتقد ان هيكون عندنا فرصه بيعيه من المستويات الحاليه بهدف عند مستويات 64 31. الستوب بتاعنا هيكون 50 نقطه من المستويات الحاليه، الهدف بتاعنا تقريبا 160 نقطه. كده احنا حللنا مع بعض مؤشر الدولار، وحللنا مع بعض الاسترالي دولار واليورو دولار والدولار الكندي والباوند دولار والدولار ين، واتكلمنا على اليورو باوند ويعني جند او على النيوزيلندي دولار، وعن اليورو كندي وعن الباوند كندي. اتمنى ان شاء الله يكون اسبوع تداول موفق. طبعا هنتابع الفرص دي على قناتنا على التليجرام اللي هتلاقوا اللينك بتاعها موجود تحت الفيديو ده، وهيكون معنا تحليلات يوميه بالاضافه الى متابعه فيديو التحليل الاسبوعي اللي هيكون مع بعض يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم. كان معكم احمد اسامه من اكاديميه بي بلو تريدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.